النباتات الطبية عرفها الإنسان بالتجربة واهتدى إلى علاج أمراضه بواسطتها عن طريق التجربة أيضاً، واستعملتها شعوب العالم قاطبة المتحضرة منها والبدائية. وقد لا تزال الأعشاب العلاج الأساسي للكثير من الشعوب في وقتنا هذا كالأمراض، الآلام والأورام. برز العلاج الطبيعي في الصين، الهند، أفريقيا، أستراليا، أمريكا الشمالية والجزيرة العربية. أما أبرز الموارد الطبيعية التي استعملت لعلاج الأمراض الجلدية فهي العسل، الزيوت، الليمون، البصل، البقدونس، الثوم، التفاح، الخيار، الزعتر والحليب.